كبير على الرأي وإيصال الحقائق على إثارة ما يدعو إلى الفرقة والتنافر بين مكونات المجتمع. واجب على الإعلام أن يكون وسيلة للتآلف والبناء سببا في تقوية أوصال الوحدة واللحمة الوطنية. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مهاب في الألام طويل قامة، قديم قديم عهد باستقامة. مثيل أبيه أشباها وفعلا، عصي الوصف سلمان الشهامة. كانت هذه اليوم كلمة مباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تحدث فيها عن الإعلام ودور الإعلام محمد في، كما ذكر خادم الحرمين، في عدم التنافر، في عدم التعصبات، بلا شك من ضمنها الوسط الرياضي طبعا. بلا شك، لكن إذا أنا استمعت لكلمة خادم الحرمين حفظه الله هي كلمة بلا شك أنا أعتبرها وثيقة، بل هي نهج يفترض الآن بالمرحلة القادمة لخادم الحرمين أن تكون هي بالفعل النبراس اللي نسير عليه في البلد من مواطنين ومواطنات. الملك الله يطول عمره اليوم أشار لكثير من القضايا، صحيح، في المجالات الاقتصادية، صحيح، التعليمية، وبلا شك المجال الاجتماعي. لم يترك أي شاردة واردة في هذا اللي يهم المجتمع أو يهم المواطنين. لكن بشكل عام في جزئية أنت تحدثت عنها بدر هي مهمة، صح، اللي هي عملية التناحر. التقطنا نعم، والتعصب حديث الملك المثير عن الإعلام. نعم، وأنا أعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب بالفعل تفعيل مثل الأنظمة هذه اللي يكون فيها حفظ لحقوق الكثير من اللي يتم يعني للأسف أخطاء تحصل من أفراد أو جماعات. أنا أعتقد بتفعيل هالأنظمة لها أثر كبير، لعل أبرزها نظام الجرائم المعلوماتية. هذا النظام اللي وضع هو بلا شك سيكون يعني حازم وحاسم في متابعة أي مسيء لأي مواطن أو مواطنة. عبدالله، الإعلام الرياضي دائما هو المتهم في الوسط الرياضي، أنا أتكلم الإعلام الرياضي دائما هو المتهم بإثارة التعصب، هو المتهم من رؤساء الأندية، هو المتهم من المسؤولين. الشريفين الملك سلمان الله يحفظه كلمة طافية وكلمة يعني كانت شاملة بكل الأبعاد، يمكن مو الوطن وحده اللي توحد يستمع، في الخليج العربي، في الأمة العربية ككل، كلمة لها أبعاد، كلمة تضمنت رسائل توجيهية زي ما تفضل فعلا الزميل محمد، يعني ميثاق كان فيه رسائل توجيهية لكافة الجهات ما فيها وسائل الإعلام. يعني كانت الكلمة تنم عن إدراك وعن بعد وعن حس وطني، يجب أنه نحن في وسائل الإعلام أيضا أن نستشعر بحجم المسؤولية ونستشعر بحجم المرحلة اللي نحن نعيشها حاليا، ونتعامل مع كافة الأحداث حتى الأحداث الرياضية بمسؤولية وأمانة ونزاهة. يعني الرسالة كانت واضحة وكانت مباشرة، ويجب أن نعيها تماما ونتفاعل معها تماما، لأنها هي في مصلحة الوطن، ومصلحة الوطن فوق أي اعتبار. ممتاز. أما بالنسبة للإعلام الرياضي، الإعلام الرياضي البعض استسهل الأمور، يرى أنه صحيح أنه الإعلام الرياضي يجوز له ما لا يجوز لغيره في المفردات في العبارات، لكن في اللحمة الوطنية الإعلام الرياضي مثل أي الجهات الأخرى. بل البلد نسبة الشباب جدا مرتفعة، والشباب إقبالهم الكبير على الرياضة، ممكن من خلال الرياضة نقدم الرسائل الإيجابية ونجذب الرسائل السلبية. ممتاز. المباراة الأخيرة في دور 32 النصر والوحدة، نذكر فقط بأهداف المباراة. كلكم مين بيقابل الوحدة، يقابل وطني، هذه كرة مرتدة سريعة، الله يا ساري يا عدي يا ساري يا عمرو يا
سلام شو 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 يا الله أسكنها في التسعين سكنها صعبة ساري عمرو والله صعبة يا شعال يا سلام يا سلام جول لدغة 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 كوبرا هذه لدغة لدغة كوبرا باليسرى سكنها في التسعين في الوحدة أخوان رودريغيز هنا كرة صالح فابيان عنده كورة جمهور الشرق وهتاخد منعطف آخر والله حلوة فابيان استعرى فابيان تسلل من خلف الجميع ولا سجل هدف ثاني جول فابيان طيب هذا كان بالنسبة لمباريات دور 32 في كأس الملك. فيما يختص بموضوع آخر اللي هو موضوع الاتحاد السعودي مع الجمعية العمومية، أستأذنك محمد، أستأذنك عبد الله، بس أبغى أشرح حاجة بسيطة في هذا الموضوع. يوم الأحد إن شاء الله راح يوصل نائب رئيس لجنة شؤون الأعضاء والعلاقات الدولية في الاتحاد الدولي لكرة القدم مستر جونسون. يوم الاثنين راح يوصل رئيس لجنة شؤون الأعضاء والاتحاد الدولي والعلاقات الدولية في الاتحاد الدولي لكرة القدم ميس يوسيري الإيطالي. المقصود بلجنة شؤون الأعضاء الأعضاء اللي هي الاتحاد السعودي، الاتحاد الكويتي، الاتحاد التونسي، أعضاء الاتحاد الدولي، سيصلان للتحقيق، أشبه بلجنة تقصي الحقائق، للتحقيق فيما يحدث من خلافات ما بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والجمعية العمومية. هذه اللجنة أتت بطلب من الفريق المكون أو الذي كون من رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد الله بن مساعد، والمكون من عدة أسماء من ضمنها الدكتور ماجد قاروب، الأمين العام الأستاذ أحمد الخميس، المستشار القانوني للرئيس العام لرعاية الشباب عبد اللطيف الهريش. هذه اللجنة التي كونت لدراسة النظام الأساسي وحل المشاكل ما بين الجمعية العمومية واتحاد القدم، طلبت من لجنة العلاقات الدولية ولجنة شؤون الأعضاء في الاتحاد الدولي أن تحضر وتطلع على ما يدور. سيصلان الأحد والاثنين، سيلتقيان ربما بالرئيس العام، وسيلتقيان بوفد من الجمعية العمومية، وسيلتقيان بكامل الجمعية العمومية. هناك مسوغات ستطرح أمام هذه اللجنة أو هي مخالفات الاتحاد السعودي لكرة القدم. إذا جاهز أعطونا إياها شباب. ستطرح أمام اللجنة المخالفة الأولى التخلف عن عقد الجمعية العمومية لثلاث مرات والرابعة خلال شهر تعقد، عدم تقديم التقرير المالي للاتحاد وتسمية المراقب المالي، تدخل الاتحاد بأعمال اللجان القضائية، عدم وجود لجنة قانونية في الاتحاد، استخدام الاتحاد السعودي لاسم الاتحاد الدولي بصورة غير قانونية. بمعنى أول سؤال، الجمعية العمومية تجي تسأل ميس يوسيري هل يقبل هذا ما كتب، هذا ما سيعرض يوم الأحد والاثنين، هل يقبل الاتحاد الدولي أن يتخلف عضو من أعضائه اللي هم يقصدون الاتحاد السعودي من عقد الجمعية العمومية بشكل دوري كل عام، وفي حالة الاتحاد السعودي ينص على اجتماعين في السنة الواحدة، ثلاث اجتماعات لم تعقد حتى الآن والرابعة خلال شهر. اثنين، بالتبعية هل يقبل الاتحادين الآسيوي والدولي عدم تقديم مجلس الإدارة لميزانية سنوية يتم اعتمادها ضمن الجمعية العمومية؟ لم يقدم التقرير المالي ولم يتم تسمية المراقب
المالي. هل يقبل الاتحادين الآسيوي والدولي تدخل مجلس إدارة الاتحاد بأعمال اللجان من أجل التأثير مما يؤثر على حياد واستقلال أعمالها، وبخاصة إذا كان هذا التدخل في أعمال اللجان القضائية؟ هذا الاتحاد السعودي هو اللي متهم طبعا الآن. عدم وجود لجنة قانونية، وإن كانت موجودة لماذا لم يعلن أعضاؤها ولم يكن لها دور في لائحة الاحتراف المعدلة وإعداد النظام الأساسي باعتبار أن ذلك من مهامها الأساسية؟ استخدام الاتحاد السعودي لاسم الاتحاد الدولي بصورة غير شرعية وقانونية يقصد بها عندما تحدث الأمين العام الأستاذ أحمد الخميس بأنه يملك توجيه من الاتحاد الدولي بعدم عقد الجمعية العمومية لعدم نظامية الجمعية العمومية. هناك من يقول أنه لا يوجد في الأصل خطاب وصل إلى أحمد الخميس، وبالتالي اتهام الاتحاد السعودي بأنه يستخدم اسم الاتحاد الدولي للتخويف بصورة غير قانونية وشرعية. هذه الأمور كلها إن ثبتت، هي مثبتة أصلاً، مو إن ثبتت هي مثبتة. مجلس إدارة الاتحاد السعودي أمام حلين: تعديل النظام الأساسي وعقد الجمعية العمومية، أو تجميد النشاط. في حال تعديل النظام وعقد الجمعية العمومية بيصوتون عليك أحمد عيد ثلثي الأعضاء ومع السلامة، يعطيك ألف عافية وشكرا، في إدارة مؤقتة بتستلمها أنت يا أستاذ أحمد عيد ثلاث شهور على بال ما تصير في انتخابات، كل رئيس يقدم قائمته، بعد الانتخابات هناك رئيس مع أعضاء مجلس إدارته سيرأسون الاتحاد السعودي لكرة القدم. هذا هو السيناريو السيناريو اللي راح يكون يوم الأحد والاثنين المقبل. في حال الاتحاد السعودي عند بيتجمد النشاط، في حال الاتحاد السعودي عدل أول شيء عدل نظامك النظام الأساسي، عقد جمعية عمومية، الأحد الأعضاء في الجمعية العمومية عنده 37 صوت ضد أحمد عيد لحجب الثقة، أحد الأعضاء مش خالد المعمر. خالد المعمر زي ما نقول هو المتحدث اللبق، لكن في واحد في الكواليس عنده 37 صوت ورسمي في ناديه، هو من لديه الحل في حجب الثقة عن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. عبد الله، ماذا يعني وصول هذا الوفد الرفيع المستوى في ظل زحمة الفيفا عند انتخابات بلاتر أنه يصل الآن في هذا التوقيت بالذات؟ أنت سميت في الأسماء، قلت الدكتور ماجد قاروب وقلت عبداللطيف الهريش، يعني أنا أستنتج أنه هذه النقاط القانونية الجوهرية عمل قانوني منظم مرتب، لا سيما أن الدكتور ماجد قاروب عارفين إحنا علاقته الرسمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا شغل يعني قانوني 100% نظامي 100%. يمكن أنا هي النقطة الأخيرة حقت الخطاب، فما أدري هل بالفعل ما عنده الأستاذ أحمد الخميس لما قال لما تتعدل الفقرة الخامسة ما بيستند على خطاب، فهذه بحد ذاتها يعني مشكلة، يعني مشكلة كبيرة يعني. لدي فيصير كل النقاط اللي أنت تطرقت لها بالتعديل، عبد الله لدي خطاب بالتعديل وليس بعدم عقد الجمعية العمومية. أوكي، هو كلامه كان تعديل وعدم عقد جمعية عمومية. النقاط اللي تطرقت لها يا أستاذ بدر بكل أمانة هي نقاط جوهرية، هي نتاج عمل قانوني منظم وضع اتحاد الكرة في موقف حرج، لكن هذه نحن ننتظر يعني تفسير أو رد من اتحاد الكرة. إذا كان اتحاد الكرة ما يكون عنده رد، أنا أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حينتصر للوائح والأنظمة وحيعتد بهذه المخالفات، ونحن أمام اتحاد كرة جديد. أنا أتكلم من وجهة نظر قانونية، إذا هذه النقاط كلها ثابتة على اتحاد الكرة، نحن نسير في اتجاه اتحاد كرة جديد. محمد، يعني إذا أخذنا من البداية، يمكن من أول ثلاثة أشهر في بعد الانتخابات لاحظنا الجو المشحون بين الجمعية
واتحاد كرة القدم، وهذا واضح وصريح منذ البداية. هذا الجو المشحون للأسف تواصل وتراكم وأصبح فيه يعني حالة عدم رضا من الجمعية على اتحاد الكرة وأعضاء اتحاد الكرة. طبعا إذا أخذنا يعني أعضاء الاتحاد واللجان، الحقيقة أنها لم تعطي فرصة لأي متعاطف مع اتحاد الكرة أو أحمد عيد أن يكون مدافعا لهذا الاتحاد للأسف، لأنه كثير من الأخطاء التي تكررت لم يتم تعديلها أو إصلاحها أو حتى تعديلها وتلافيها. أنا أعتقد أن الفترة القادمة وهو اجتماع 25 مارس سيكون فيه بالفعل في من خلال المؤشرات اللي أقرأها أن يكون هناك حل للاتحاد وحجب الثقة عن اتحاد الكرة، لأنه بالفعل العدد إلا إذا صار أمر آخر، إلا إذا مثلا قالوا والله خلاص ودام أنه تعدل النظام ودام أنه الأستاذ أحمد عيد مشى معنا، ممكن يعني يصير في عاطفة كثيرة ترى نسبة كمان. ضعيفة، لكن أنا أعتقد أنه النصف زائد واحد، لكن الشباب ناويين لا لا النصف زائد واحد في اتحاد الكرة سيتغلب في هذا الأمر في حل أو حجب الثقة بأنه يكون أكثر من 22 عضو يصوت على ذلك. أنا أعتقد الفترة المتبقية قد يكون فيها مجلس إدارة مؤقت من اختيار الجمعية العمومية من الأعضاء، وهذا الأمر للأسف يعني يؤكد مرشح أحمد عيد أن يرأس الإدارة المؤقتة على فكرة. ما أتوقع، لا مرشح. أنا طبعا ما أتوقع كنوع من التكريم، قد يكون، لكن أنا توقعاتي لا، حيكون عضو آخر حتى ليس خالد المعمر، حيكون أحد الأعضاء الآخرين، وحيكون مع 4 إلى 5 أعضاء آخرين يكملون الفترة. بشكل عام للأسف أنه الوضع اللي حصل من اتحاد الكرة والانتخابات للأسف لم نستثمرها بالصورة اللي كنا نطمح إليها، وأصبح الوضع يعني كأننا نقول الفترة التعيين كانت فترة إيجابية أكثر من هذه الفترة، لأنه الشحن والتواصل هذا للأسف خلف تلك التراكمات الكبيرة من الجمعية العمومية ومن اتحاد الكرة، وأصبح الوضع للأسف يعني يرثي له. عبد الله للأمانة ما يحدث الآن هو بحث عن نظام، بحث عن مصلحة كرة سعودية، ولا هي انتصار أقوياء، يعني التحدي رجال من ينتصر في النهاية؟ والله هي في النهاية عملية قانونية، إذا في بالفعل في أخطاء بهذا الحجم من الطبيعي أنه يكون في تغيير. بس أنا في نقطة نفسي أستفسر عنها، التدخل في أعمال اللجان هل ثابت على اتحاد الكرة الحالي التدخل في أعمال اللجان القضائية؟ في أدلة، في حاجة ثابتة عليه؟ في أدلة ستكشف إن شاء الله في حلقة قادمة في الملعب، في أدلة، في مستندات. ممتاز، إذا في أدلة طبعا يعني الجمل النقاط واضحة، يمكن دي النقطة شوية يعني يحتاج لها إثبات بشكل كبير. مصلحة الكرة السعودية في اتحاد كرة يطبق اللوائح والأنظمة ولا يتدخل في أعمال اللجان، إذا كان بالفعل هذه الأخطاء كلها ارتكبها اتحاد الكرة ما فيها التدخل في أعمال اللجان، فمعناته مصلحة الكرة السعودية تقتضي ذهاب هذا الاتحاد والحضور باتحاد آخر، ونفسنا نحن بكل الأحوال نتخلص من الصراعات اللي عشناها على مدار عامين، نرى اتحاد يعمل بخطط واستراتيجيات وفي انسجام وفي تناقم، وحتى الجمعية العمومية كمرجعية له يكون الأمور يعني واضحة وماشي النظام بينهم، مو التنافر الحالي والانقسام. أيضا خلينا نكون واضحين، في انقسام آخر داخل مجلس اتحاد الكرة، صحيح محمد، فكلها ما بتساعد على تأدية العمل. طيب تفضل محمد. لا بس الحديث دائما يتكرر على خطاب من الفيفا وخطاب من الفيفا، وأمين عام الاتحاد يؤكد وجود هذا الخطاب، طيب لماذا لا يظهر للعلن؟ يعني هو في خطاب، السؤال لكن ليس لعدم عقد جمعية عمومية. لا بدر، لماذا لا يظهر ما دام اتحاد الكرة يملك هذا الخطاب ويملك هذا المستند ويملك هذا الدليل القوي، لماذا لا يظهر للإعلام حتى أيضا يجعل أعضاء الجمعية العمومية في حالة إحراج إذا كان بالفعل هذا الأمر حقيقي؟ أنا حقيقة أصبحت أشك في هذا الخطاب، لأنه من كثرة الحديث عنه ولا نشاهد صورة منه يعني يجعلنا نتساءل من الأخ أمين عام اتحاد الكرة أين الخطاب؟
على فكرة حتى بيان الجمعية العمومية الأخير في ترشيح أحمد عيد لا قيمة له في المخالفات، يعني يحمدون ربهم أنه عندهم قانوني شاطر قال لهم يا جماعة الخير هذه مهي بمخالفة، ضحكتوا الناس علينا. ترشيح أحمد عيد من صلاحيات مجلس الإدارة على فكرة وتعدد المناصب بدر على لذلك فكرة لم تذكر في المخالفات. الجزئية اللي قلتها عن إذا كان بالفعل فيه أدلة ثابتة ودامغة على تدخل اتحاد الكرة في اللجان القضائية، أنا أعتقد أنه ينسف أعمال اتحاد الكرة بالكامل وبالتالي يلغي تواجده. الكل تحدث في هذا الموضوع، الرئيس العام لرعاية الشباب، أمين عام الاتحاد السعودي، الأستاذ خالد المعمر، أعضاء الجمعية العمومية، إلا رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد لم يتحدث عن هذا الموضوع. الكل يبحث عن أحمد عيد، حتى نوال تبحث عن أحمد عيد. ليه ساكت؟ ليه ساكت وداخلك زحمة حكي؟ ليه تضحك وفيك عبرات وبكي؟ ما تعبت وقوفي ليه ما تتكي؟ ما تعبت وقوفي ليه ما تتكي؟ ليه ساكت داخلك زحمة حكي؟ ليه تضحك وفيك عبرات وبكي؟ ما تعبت وقوف ليه ساكت أحمد عيد؟ والله صمت غريب يعني حقيقة من أبو رضا، يعني ما أدري كيف، لكن الواضح أنه واحدة من يعني ما في خيارين إلا إذا كان يملك أدلة دامغة وثابتة تجعله ينتظر حتى اللحظة الحاسمة لكشف الأوراق، أو أنه بالفعل يعني الأمور لا تسير. أنا شخص أتمنى أنه ما يكون في لا تسير في صالحه يعني. لكن في جزئية يعني لابد نستذكرها في هذا بدر، يعني هي بعيدة شوي لكن يفترض أن تكون فيه، يعني دائما بعض الأحداث تؤكد إما ضعف اتحاد الكرة أو حتى الرئاسة. يعني الحديث اللي حصل من تصريح لاعب الدرعية على التواطؤ والرشوة ويعني اتهام رئيس القادسية والقادسية كنادي بهذا الوضع دون أي بيان أو تصريح أو حديث من رئيس الاتحاد أو أي لجنة في الاتحاد أو الرئاسة، أنا أعتقد أنها من أكبر المشاكل اللي تؤكد أن هناك للأسف يعني أوضاع للأسف سيئة جدا في اتحاد الكرة أو الرئاسة. إذا كان مثل هذا الحدث اللي يؤكد فيه أنه في مشاكل نزاهة وتؤكد فيه أنه في حالة رشوة يدعي عليه على أحد الرؤساء الأندية يا رجل دون أن يكون في أي ردة فعل، هذا أمس يعني أوكي كي لا نعلق المشانق أيضا على أحمد عيد، أمس رئيس نادي الرائد فهد المطوع يقول لك يا أخي 4 سنوات إيرادات زين ما دخلت الأندية. طيب هذا أيضا يعني أمر يعني سيء. أوكي أنت يا أحمد عيد غلط، أنا بحاسبك يا أحمد عيد، أبي أوقف لك هنا، لكن لماذا لا تحاسب الاتحاد السابق؟ أنا على فكرة بدر يعني أنا بهالمقام أنا أتمنى من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تلتفت قليلا للرياضة، لأنه من أساسياتها متابعة الشأن المالي في مثل هذه الأحداث، والرئاسة واتحاد الكرة أحد الجهات التابعة. أنا أتمنى من نزاهة أن تكون قريبة كل القرب من مثل هذه الأحداث، وهذا العقد اللي يؤكد 240 مليون ويحصل فيه هذه المشاكل، أنا أعتقد يفترض أن يفتح فيه يعني ملف كامل لكشف الحقيقة. طيب عبد الله تفسيرك لسكوت أحمد عيد حتى الآن؟ والله إحنا تحدثنا يعني أكثر من مرة وفي غير من مناسبة عن الكابتن أحمد عيد، يعني لا يمكن أن تدار الأمور بهذه الطريقة مع كامل الاحترام والتقدير لأبو رضا. يعني رئاسة اتحاد الكرة تحتاج لقيادة وتحتاج لهيبة وتحتاج لقوة وتحتاج لعدة أمور، يعني المثالية أمر جيد لكن لما تكون مبالغ فيها سلبية. تفضل
الزميل محمد عن قضية الرشوة. قضية الرشوة ترى مسيئة لسمعة الكرة السعودية. صحيح. يفترض أن يكون في ردة فعل، عشان في قضية سابقة بين نادي الوحدة ونجران مرت مرور الكرام دون عقوبة، استسهل اللاعب على المسرح يطلع ويتكلم في قضية ويقول ما حكشف الطرف الاخر، لا حتكشف الطرف الاخر. لم تمر مرور الكرام عبد الله، اقول لك كلامك ده، اقول لك حاجه يعني الاول مره معاذ ايش البرنامج القصه من الداخل لما عرضت المستندات الخاصه بالرشوه القديمه اللي ما بين حارس نجران وتركي الثقفي، جاني تحقيق من الرئاسه العامه. يعني بدل الرئاسة العامة ما تبحث عندها بدل ما تبحث عندها من اللي سرب الأوراق للإعلام، طالما أنه الإعلام يظهر شيء حقيقي، لا أنت يا بدر علمنا من وين بالله جبت هذا، وأنت ترى مخالف للمادة كذا رقم كذا رقم كذا رقم كذا المؤدية للفصل من الوظيفة والجاني والمجني عليه من مهام الإعلام. للأسف تركوا. تفضل عبد الله. المساعدة على كشف الحقائق من مهام الإعلام، إنه يساعد على كشف الحقائق، لا سيما لما يعمل بالنور وفي النور ويعمل على أساس ويظهر مستندات ودلائل. هذه مو بتحصل عندنا، تحصل في كل دول العالم، لكن إنك تسيب المشكلة وتقول أنت كيف أصرت الأوراق، هنا هذه هي المشكلة الحقيقية. فالآن اللي حصل من اللاعب والتصريح اللي قاله، يعني مع احترامي مع اللاعب وبساطته وأسلوبه، يعني مع كل الاحترام والتقدير، لكن هو من غير لا يدرك أساء لسمعة الكرة السعودية. لكن كيف تعاد؟ من خلال تحقيق، من خلال إدانة، سواء كان فيه فعل بالفعل أو ما كان فيه فعل، كان شخص بس بيدعي، لابد أنه يكون فيه تحقيق وفي ردة فعل من اتحاد الكرة السعودي. قضية بدأ الحجم وبدأ الخطورة لا يمكن أنها تميع وأنه يستسهل وأنه ما تكون ردة الفعل سريعة. أنت لازم تحافظ على السمعة، والحفاظ على السمعة مناط بها أعلى هرم في اتحاد الكرة. طيب بمناسبة الحديث عن معدي الهاجري، لدينا لقاء سيعرض إن شاء الله قريبا مع معدي الهاجري، لكن أهم ما كان في اللقاء هو آخر ما ذكر معدي الهاجري في اللقاء عن وصفه للوسط الرياضي أو الرياضة السعودية. نتابع. وعلى فكرة هذا اللقاء قبل موضوع الرشوة. نتابع. من الأشخاص اللي دعموني، أنا ما أتمنى الرياضة تكون سفير السعودية، لا لا أنا مصدوم بالرياضة السعودية، لا أنا من يوم دخلت النادي وأنا مصدوم في حياتي، مصدوم في حياتي، لا لا أنا مصدوم بالرياضة السعودية، أخلاقية، أخلاقية، يعني أنا أقول لك مو من يوم دخلت في يعني الإدارة القدسية وعشت الأجواء الآخرية مع الإدارة الرياضية، أنا لازلت مذهول من الأشخاص اللي يعملون في الرياضة، اللي عملته في حياتي يمكن 40 سنة. اللي شفته في نادي الرياضة السعودية خلال سنة يعادل 100 سنة. الرياضي هو سفير بلاده، عندنا العكس. أنا ما أتمنى الرياضة يكون سفير السعودية، أنا ما أتمنى الرياضة يكون سفير السعودية صفة عامة. محمد، لا أنا أقول الدمدمة اللي حصلت في الموضوع اللي ذكرته بدر فيما يخص الثقفي والحارس هو امتداد لهذا الموضوع، وأتمنى أن لا يكون ذلك. موضوع مثل هذا خطير جدا على أخلاقيات ومبادئ الرياضة السعودية. الصمت المطبق اللي الآن اللي نشوفه من الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومن اتحاد الكرة القدم، طلبت التقارير لجنة الانضباط، يعني لجنة الانضباط، هذا حدث أنا أعتقد أنه من أسوأ الأحاديث في الموسم. يعني ما أبغى أتابع لي مدرب ألغى عقد مدرب ونترك مثل هذه الأمور. هذه هي اللي تجرئ ويتجرأ فيها كل لاعب قادم أن يمارس هذا الدور مستقبلا. عبد الله، تعليقك على حديث معدي سريعا. والله بالنسبة له هو أصلا دخل الرياضة بانتخابات عاصفة وعاش يعني فعلا وضع متقلب، ونادي القادسية بنلاحظ فيه باستمرار الصراحة صراعات. فالرجل يقول انه مصدوم، ممكن فيه صدم، لكن ترى يظل الوسط الرياضي وسط كويس، ولا تطغى السلبيات على الإيجابيات، في إيجابيات كثيرة في الوسط الرياضي ولله الحمد،
ما يمنع انه في سلبيات، ما احنا مجتمع ملائكي، في اخطاء في المجتمع حقيقه، بس لازم اتعامل مع الاخطاء بصرامه. يعني ما حدث في ده الموضوع لا يمكن تقول لجنة الانضباط طلبت تقارير، الموضوع يحتاج فتح تحقيق عاجل ومباشر، ردة فعل تشعر الكل بخطورة الفعل. أما مو أنه عادي اليوم اللاعب قال ده الكلام بكرة آخر يطلع، هذه سمعة كرة بلد، لازم يجب أن يتم التعامل معها بحزم من اتحاد الكرة. طيب غدا إن شاء الله تلعب مباراة كانت مؤجلة من الجولة 15 بين الأهلي ونجران بقيادة الحكم شكري الحنفوش، الساعة 8:30 إن شاء الله على ملعب الملك عبدالله في جدة. قائد الفريق الأهلاوي أيقونة الأهلي تيسير الجاسم ومسؤول الاستثمار عبدالله بترجي تحدث لزميلنا النشط جدا سمير الصوفي. طبعا شيء جميل يعني لما تكون أول سنة شراكة بين شركة كبيرة كالشركة القطرية الخطوط القطرية ونادي الأهلي، أعتقد يعني الحمد لله بداية خير أن وفق النادي، حتى لما يكون أحد مشكك أو في النادي أو تكون رد حلو من النادي بأول بطولة الحمد لله. طبعا نسعى ان شاء الله باذن الواحد احد ان احنا نكسب اكثر قدر من البطولات ان شاء الله. طبعا الكل يعرف الاصابات قضاء وقدر، والكل يعرف الان كل ما بين يومين والى ثلاثة ايام يصير فيه نلعب مباريات مرينا تقريبا اخر 6 مباريات كلها مع فرق كبير والرتم فيها عالي، فأغلب الإصابات كانت عبارة عن الشدود وعن تمزقات، يعني تقريبا 6 لاعبين كلها تمزقات، فهذه ناتجة عن إرهاق يعني زيادة تعب على العضلة. كابتن الدوري أم آسيا؟ والله شوف كطموح يعني إحنا والله أنا كلاعب والله أطمح في الثنتين، ولكن ممكن الكل يعرف مثلا النادي الأهلي أو جماهير النادي متعلق يعني عشان من زمان ما جاب هذه البطولة، حتى آسيا يعني لم يحقق يعني لم يسبق الأهلي أن حققها، وصل النهائيين وخسرها. لكن خصوصا الدوري يعني زينا زي أي نادي كبير في أوروبا لما يتأخر وفريق بطل كل أغلب الكؤوس المحلية هو جابها، فيطمح أنه يجي هذا اللقب، خصوصا الآن كل الظروف يعني مؤاتي أن أنت تقدر تكسب هذه البطولة. تيسير بصراحة تفضل الحكم المحلي أم الأجنبي؟ والله هذا حكاية حقة الموسم هذا، والله العظيم أنا بالنسبة لي ما يهمني، يعني شوفهم يعني الحكام السعوديين اللي أنا أشوفه أنهم يتأثرون بالعوامل الخارجية، خصوصا التصاريح القوية من رؤساء الأندية أو الكتاب الكبار، ينزل الملعب يعني ما نشكك في يعني في ضمائرهم، بالعكس يعني مضغوط. وبعض الأحيان والله أنا وجهة نظري أقسم بالله أن الفرق الصغيرة تتضرر أكثر من الكبيرة. كيف عزوف الجماهير الأهلاوية هذا الموسم بماذا تعلق عليه تيسير؟ والله شوف أنا أول مرة يعني أول سنة الأهلي أحس يعني الجماهيرية يعني ما في ذاك الحضور اللي هم إحنا معتادين عليه، يعني كنا والله في أسوأ من الحالات هذه، ووقفتهم أول هم يعني أنا بالنسبة لي من عام 2011 هم رجعوا الفريق، الفريق كان 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 يعني متعثر بشكل كبير، يعني هم يعد الله سبحانه وتعالى هم رجعوا الفريق. عن الفوز وعن بطالة وحس بقيمة الأهلي وروعة صفحة أجيالة مجانين. بالمناسبة الأهلي وقع عقد رعاية إعلامية مع مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، تكون بموجب مؤسسة عكاظ راعي إعلامي للنادي الأهلي، هو النادي الرابع محمد ها؟ صحيح. الأهلي والنصر صحيح مع النصر والهلال والاتحاد الأستاذ عبدالله بترجي مسؤول الاستثمار وقع من الجانب الأهلاوي، وليد قطان مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر وقع من جانب صحيفة عكاظ، عبدالله بترجي أيضا يتحدث للزميل سمير الصوفي. جميل جدا انك توقع عقد مع القطرية وبعدها بشهرين او 3 شهور
يكون هناك بطولة ويأتي وفد من الخطوط القطرية أو الراعي الرسمي لتهنئتكم وتقديم مبلغ البطولة، أنتم كإدارة نادي إيش تعني لكم هذه الخطوة؟ بالعكس يعني كخطوة هي المفروض أنها تكون سنوية للنادي الأهلي، أنه يكون في لابد بطولة، وإن شاء الله يكون هذا الهدف دائما موجود عند اللاعبين. بالنسبة لنا وبالنسبة لقطر هذا الشيء يعني أعتقد أنه من أبجديات الشراكة الاستراتيجية، والأخوان في قطر إيرويز أدوا ما عليهم ونحن نشكرهم ونشكر لهم بادرتهم هذه. في بداية الموسم كانت الجماهير حاضرة وكانت عامل مؤثر في تحفيز اللاعبين، نشكرهم في ذاك الوقت ونشكر لهم وقفتهم. طبعا في نفس الوقت كان لهم طلبات ولهم رغبات، ما قصرت إدارة النادي وسهرت وعملت لتلبية الطلبات هذه. قد يكون عزوفهم في الفترة الأخيرة لضغط المباريات، لكن إذا كان الأهلي مجرد فريق واحنا بنسانده فهذا يمكن أقدر يعني أستند عليه أنه مجرد فريق، لكن أنا أتوقع أن ارتباط الجماهير الأهلاوية في ناديها مسألة عشق. ضغط المباريات، الفريق الأهلاوي الوحيد تقريبا اللي بيلعب فيه 3 أيام مباراة ما بين تنقلات وما بين في السفريات. بدأ طبعا عندما بدأت الإصابات بان الخط دكة البدلاء في النادي الأهلي، الحمد لله هذا كان يعني عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم إنه شفنا إيش اللي عندنا في البدلاء، والحمد لله كان على قدر المسؤولية. أنا أقول كل مباراة من مباراة نجران بكرة هي مفترق طريق، لأنك أنت محتاج النقاط كاملة حتى أنك تكون ما تكون تحت ضغط في آخر الموسم، وأتوقع إنه اجتزنا 50% وباقي 50%. التحكيم المحلي أم التحكيم الأجنبي يفضله منسوبي النادي الأهلي في المباريات الحساسة إذا ما كانت في جميع المباريات المتبقية في الدوري بحكم أنه جميع المباريات حساسة؟ والله شوف، بالنسبة لي أنا أتكلم اليوم بصفتي الشخصية، الأهلي تضرر في الموسم هذا في كذا مباراة ومبين الضرر هذا من خلال النقاط اللي فقدها النادي الأهلي، واتوقع انه كانت يعني في اضرار واضحه ما كان نقول انه ممكن انه الحكم يتجاوز عنها. يعني افضل انه في من اليوم طالع انه الاتحاد السعودي انه يكون له نظره انه يعدي الدوري بسلام بدون ما يكون في اي اكثر ضرر سواء على الاهلي او النصر بحكم انهم المتنافسين. كان هذا حديث عبد الله بترجي مسؤول الاستثمار بالنادي الاهلي، وقبله ايقونة الاهلي تيسير الجاسم لزميل الناشط سمير الصوفي. نشاهد مباريات دور ال 16 في كأس الملك ستكون على النحو التالي. الهلال سيلاقي هجر، الاتفاق يلاقي التعاون، القادسية امام الفائز من الاهلي او الطائي، الفتح يلاقي الاتحاد، ابها امام الشباب. الفيصلي أمام الرائد، نجران يلاقي النصر، الباطن أمام العروبة. محمد أبغى توقع الأهلي ونجران بكرة. والله شوفهم الأهلي يعني برغم أنه لم يخسر ولا مباراة لكنه تعادل في 7 مباريات، والتعادل هذا أنا أعتقد أنه مثل الهزيمة، تراكم المباريات بالتعادل يؤثر سلبا على الفريق. مشكلة الأهلي أيضا أنه التعادلات أكثرها كانت على أرضه، بمعنى أنه تعادل 4 مرات في جدة و3 مرات خارج جدة، لكن هو الملاحق الحقيقي بلا شك بلا شك وهو الفريق قوي، ولكن أنا أتحدث بخط نجران كإمكانيات وكأداء فني الكفة للأهلي بلا شك. طيب، لكن نجران أيضا يبحث عن طوق النجاة في الابتعاد عن الهبوط، ولذلك لن تكون مباراة سهلة للأهلي. عبد الله، الأهلي ونجران؟ والله فارق كبير، يعني 5 خسائر لفريق نجران، المباريات الماضية الرائد، التعاون، الهلال، النصر، الاتحاد. الأهلي يمكن أقوى الفرق وأكثر الفرق يعني مع النصر استقرارا
يعني وضع فني جيد، يملك افضل مدرب في دوري عبد اللطيف الجميل كروس اللي بيحاول المباريات. يمكن من دقائق كان معنا كابتن تيسير الجاسم. تيسير الجاسم من ابرز النجوم، حتى تحوله من الشوط الاول للشوط الثاني بفكره المدرب كروس واداء اللاعب تيسير بيتحول الاهلي. بس انا ملاحظ نقطه على الاهلاويين، كابتن تيسير الاستاذ عبد الله بترجي احد الوجيه الشابه الممتازه يعني الاضافه في الوسط الرياضي، مركزين على عمليه الجماهير. ترى حضور جماهير النادي الاهلي ما كان يعني قليل، انت لا تخش في مقارنه، فحضور جماهير الاهلي جيد بتجاوز ال 20,000 يمكن اخر مباراه اللي كانت 19، فما هي يعني مشكله كبرى. يعني فريق قاعد يؤدي بشكل ممتاز، نعم يحتاج حضور اكبر بس تظل ما هي يعني ما هي مشكله ولا هي قضيه الفريق الاهلي. حتى عقود الدعايه انا سمعت الحديث كابتن تيسير، يعني نحن نتكلم عن عقود الدعايه كانها منجز للانديه، ترى عقود الدعايه دي اضافه للشركات اللي بتوقع مع الانديه السعوديه من خلال الجماهيريه الطاقيه ورده الفعل الكبيره ورده الفعل الاعلاميه، احنا اضافه للشركات اللي بتتعاقد معانا. يجب ان يكون هذا منطقنا وهذه هي فلسفتنا، ونبحث دائما انا الافضل، لا نقول الشركه دي عملت لنا اضافه، لا ما تضيف للنادي، النادي اللي اضاف للشركه. شكرا لك الناقد. اما بالنسبه للمباراه الاهلي مرشح لها بشكل اكبر. شكرا لك الناقد الرياضي المعروف عبد الله فلاته، شكرا لحضورك عبد الله. انا سعيد بالتواجد معكم، بس حاب اعلق على النقطه اللي تكلمت عنها بالنسبه للمساءله اللي جاتك، واكد كافه الدول المتحضره الاعلام سلطه رابعه. شكرا لك، شكرا لك عبد الله، شكرا لدامي ايضا محمد الغامدي الناقد الرياضي المعروف، شكرا لك. شكرا بدر، شكرا لك وشكرا للمشاهدين والاخ عبد الله. في الختام لكم تحيه طاقم العمل، نلقاكم غدا ان شاء الله في امان الله. ليه ساكت؟ ليه ساكت وداخلك زحمة حكي؟ ليه تضحك وفيك عبرات وبكي؟ ما تعبت وقوف ليه ما تتكي؟ ما تعبت وقوف. هل تريد أن تصل إلى المشاهدين في جميع